Right, so Mr. Tariq Alsh5ee, what would you like to say to Abdelhaq's grand pap's birthday party today? عبدالحق صديقي يقول لك العام بخير وسنة طيب وإن شاء الله العبة المية شمعة وإن شاء الله الحفلة الجاية في فرحك عيد ميلادك كثير يا فرحك. Nice. Second thing, Mr. Tariq, what would you like to say to the Shabab out there right now? All right, who wants to become actors just like you, just like Tariq Alsh5ee? شو تقول له؟ قول يعني أنت الباب اللي يحب شيء يبذل مجهود فيه يجتهد فيه يتعلم يبحث يشاهد مخرج تمثيل أنا نشاهد أفلام نشاهد مسرحيات نشاهد مسلسلات بدي نقوي نفسي با لأني أنا أدرب نفسي على شو معين حركات معينة الحوار الصوت وغيره 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 بعدين شيء اللي أنت تحبه أحبك وخاصة الفن. This is why Tariq Alsh5ee is Tariq Alsh5ee and you are still there. If you want to be someone, take his advice.